هذه لعبه قبل هلعب حلوه كانت مش معموله فول سكرين خلاص يا بابا بس هونك بس هون هاي يا بابا خلاص شو طيب بالليل بالليل بس عم حسن يبعث لي لا لا يبسي فوت فوت لانه سمسكر الباب ما بدي اروح بكير والله الحمد لله كيف صحتك انت لبست لك اياه هذا زلمتك وصلتك 16 ليف وصلتك والله برافو عليك مش ماخذ شغلات كثير سويت لك حول ايش بس كنت هاي اللي مغلتني ما بدنا يكون بدي اعمل شغله ليتس جو بس في عندك سبير يعني حضرت فيديو زي ما انت منزل فقعت منك بهاك حضرت فيديو منزل انت مش انا اللي بلعب انت ولا علام باكي منزل فيديو زي هاد زي هاد؟ لا انا اللي بلعب ليه؟ ضغطني انا واحد فيهم طلعت انا نزلت زمان شاف في واحد لانك اول مره بتلعب مش فاهم لها لما انا لسه مش فاهم لها ماشي ماشي تمام ولا صرنا راح الحمار
قلت لك طخ علي. يوسف قتلوني. قتلوني. زون وراي غدر. هذا مين صاحبك؟ حط صندوق فيه شغلات منيح. يا كل طرف صوب غريب. مش ضل لنا خمسة ستة بقى خمسة بسيطة معنا بسيطة أربعة وشفت أخبار ماشي بقى ضلنا الناس سبيج السادة يسلموا بكون مالو الماوس انا اروح طف صداك يوسف كيف عملت الجودة هاي عالية؟ ما كانتش هيك عالية جودة ولا ما حالها هيك صارت واضحة؟ لا عشان اصور كانتش واضحة حتى بس تشغلات بس انتم ما عارفين جزء من الجودة صارت واضحة بالاول ما كانتش واضحة صور ارجع عليك الاشي
لا خلاص انت لازم تكون جوات الدائرة البيضاء. اه انا هذيك المرة كنت جوات الدائرة البيضاء وانا ادور وينهم هذول اللي فاتوا عندي بدي اطخهم كذا. لازم تطلع على الخريطة هيك. طلع 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 على الخريطة هيك. انا بطلع عليها. تكبس هون او على ام بس عليها بتي جي. اه ورين هيك بتكبرها. والله ما بعرف. اوه هيك حط هيك هيك الخريطة حطيت انا هون عشان تمشي انت على الخريطة. يعني اي حدا انا بحطها بيجي عندي اصحابك. اه راح نحطها على فكره. كتبوا خلصنا حطرناها فزنا. منور فزنا. اه هون العدد معه. هاي هو كاتل 9 هو هون اللي في كم واحد كونوا 100 او ما تنزل تضل انت اخر واحد هيك فزتوا. فزنا. اه خليك مسجل. مسجل. في صوت ما صوت. لا. مسجل. لا مسجل. بعدين ضيفهم هذول. اه واحد بكاء. كنت ضيفهم طيب. فيش عندك لواحد. هم مش كابين يمكن. حط لايكات. حط لك لايكات. بنزل من اللايكات. لما خش على اللي بعد. بس هي الصوت. هون في سماعة. شغال الصوت. لا ما با. أنا ما تحطش ب هيك الصوت شغال تبع اللعبة. هاي بعت لي طلب شوف أكمل. هاي صار عندي هسا. آه صار بعت لي طلب ألعب معه. هذا خلاص تلعب أنت وياه هسا. آه عشان ضفته عندي صرنا صحبة يعني شافني بلعب معه إشي هيك بيجيبوا لعبة. تبعت له طلب صداقة أو هو بعت طلب صداقة تصيروا صحبة عشان دائما يلعب معك لاقي حد يلعب معه يعني. ايش هاي العنابس حاطط هاي؟ ما بدي اروح. هاي الصوت مكتوب. بس معناته اللي تحت هاي تحت التسجيل. عشان نسمع صوت اللعبة. لا هذا المايك من النفيديا. مش محطوط. كم صوت اللعبة؟ اللعبة دايما بتطلع صوت. توكيل تاكل معي. كاني باكل. شايف معجنات؟ لا ماشي. تنزل دون أسلحة برضو؟ اه تنزل دون أسلحة. أنا معك؟ اسم لعبة ما هو كلنا بننزل هيك. مع بعض بننزل. اه فريق احنا. جمع في ناس وننزلوا. اسكت نوت نوت. رد على ماما. إيران. مبروني.
يلا رد على ماما بسرعه 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 ماما تناديك رد على ماما يلا 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 I got supplies. Bueno. بس انا هيك معي اسلحه معي دم هاي تاخذها خلي لي اياها هاي كبسه حبوب هاي فلت ولا ناخذها يلا عندنا ما تشوف الحكي بتعبت في شغلات تكون عليها اكس عم تنزمش فيها بس عليها وكبها علي الصوت شوي عمه وعلى القهوة وعلى القهوة عمه علي الصوت بس وعلى القهوة ماشي خلص ستة بركب على القناص هذا والله ايش هذا نزلوا لا في هذا الطخ من البعيد ولا هيك تجيب من هيك انا بعد ممكن راح صح تخاوي قتلوا ها؟ اه اضافة ولا واحد اضافة قال لي حسن وصل وبعث لك اياه سبوكا سبوكا وينو 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 يا محمد راح تموت كيف بدنا نكوزو حط الهاي اف بس اف ظنك جالس ولا شو؟ في حدا يمشي هون في حدا جاي يا الله طخ علي يلا 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 ايش هذا الخيطه؟ ايه هي صعبه كيف بدي انا احط هاي اعمل ايه؟ بدي دمي صح
حصنا هم من الشطاب صاحب قصته ولا ما؟ قصته هي فوق هذا ما؟ منو؟ رابع رابع انه هذا بعيد عني رابع هي صحيح انا الاول مات والرابع مات طيب بس انت واحد بس انقذته هو الثالث طخ عليك النار يلا طخ انا اكتب على الارض قطعني عن شو اسمه؟ يا خادم شويه صاحبك ليش ما يجي معنا حمار نفكر بهالبيان ايش هالحمرة اللي عندنا قصف في قصف من الطيارة طب حصل هون انا جوا اصبر اصبر كل حدا هون كلهم خلاص انا اخذ الحكيم بي اعطى خذ الشباك بدك عصير طب اه
ايش اللي عملته؟ السلام عليكم. هلا بيك. هلا بحمد. الحمد لله، كيف الصحة؟ ان شاء الله ماشي. الله الحمد لله على سلامتك. هلا بيك. هلا بحمد. ان شاء الله ولا يهمك. خير خير. لا ابو احمد نعم هذا من عند المشتل. قصير تفتح كون هارب على وجهي كون هارب من الجيش كون هارب من حدا بطل يفتح. مشكلة كيف شفته والله ما شايفه. ما عليك إذا أنا بهرب. يعني هسه شو بهرب؟ هسه كم؟ خلاص بس الطخوك خلاص. مش عارف إشتغل. وين اللي جاي؟ في حمرة فوق. شو هاي؟ شو الحمرة فوق؟ طلع لا هيك. السما جاي. الحمرة هاي زي السهام. علمت من هالجهة عمو. هناك أطلع أشتغل مرة سامع. هناك كازات يا أبو. ليش تفيد بخور؟ هون في كاس جيب بالك. 15 واحد. وين مكتوب 15؟ الله عايب 15. 13 صار. عايشين 13؟ اه. وأنا واحد ضايل 12 يعني. يعني انت كاتل 6 بس ما انطقتش يعني. كيف بحضرني هذا بس ما حكيتش. هذا اللي معي بعشر اللي ضاف يعني. ضلوا معي بلا. قعدت عليها يلا. طلع والله حطيتها. بس السلاح الثاني عليه كاتم صوت. ها؟ حطيت انا اخذت على حطيت كاتم صوت. ليش؟ عشان انا بطخ على حدا ما يعرفش ويني. ما ظهرش عنده بالخريطة انه في احمد طخ عليه. اه سميه. شو في عليه شو اسمه؟ حطيته. عليه؟ منيح. شكوك طلع. ما كناش اصلا مبطحين هون بين الاشي ما شوفهمني. شو هذا المشكلة؟ تاخد حضرك يا حبيبي اسرع. ازرق جاي عليك. ها؟ صار اثناش. بعدها هناك بتخبي. الحق اركض اركض ما تخوش علي. ضايل 12 واحد. لا 12 واحد بس اطلع من الخط. هيك مرة بركض واحد بركض جنبي مش شايف. شو يا طول؟ اطخ علي من البيت يعني. اطخ علي؟ اطخ علي ثاني. قدام قدام طخوا بعض طخوا بعض ولا نفجر بعض طخوا بعض زي ما بدنا. صار 11 صار 10 طخوا بعض.
الدار هاي. بابا تخيب لي اخر لقيها. بابا تخيب ارجع. وام حمد تعبت. تطلوا بعض. بالاخر كلهم مسلحين عشان يدخلونا. انت بتطول علي يا عمو. صرت بيا انا اللي بتنبته يوسف مش لاقيها زد او زد كيف مش زد ايوه طلع طلع الخريطه وين بلاك النار لا مو هي بعطى البين على خبر الشارع فوق هون ورا الشارع فوق ممكن بلين تضرب بعض المال خليهم مش تبكي ياخذوا راحتهم سبعة صار هذا بعد عن الزوم خمسة. أنت قلت لي 6 ستة؟ معي ستة. يعني ضايل خمسة. مش في واحد فوق دراج تخبر. خلص خلص خلص. خلص خلص خلص. خلص خلص خلص. ايه خذ السلاح خذ شوف لا بغضاش اكمل سلاح العشب بدايتني فكرت جاي عليك بطل جاي عليك بهره بياخذ اجل بطلع على هدي يوم الدبابة ليه بتقول اجي اجي بطلع على الخريطة عمال مش شايفه لما طربت له والله اخطر اجت لك هاي بعيد عن على الخط انا انا وقفها انا هون في على الخط انا واقف على الخط انا ضايق انا خامس خذ الرصاص بس بكحك وكان قتلته الانجازات كل بيطلب منك مهمة تعمل شوكولاتة هيك ليفل 7 هاي كلها سكرت لك اياها هاي هذول زيادة زي هون ها جوين 3 ماتش العب 3 ماتش اعطوك عليها 15 اكس بي عشان الليل اكس بي عشان الليل فان ريفيل مساشور مساشور أعطيك عليها هاي كل أني أنمي كل أي عدد قلت لك هاي الشيء هاي الدوز بتجي عبد الجيش أصلا هاي الشيء هاي مع 45 هاي العملة هذولا بنات هذولا لا هاي هاي متشبه هون هاي لزلام برضو معنا 45 احنا شو ال 45 بيشتري شي هاي 40 هالشي اللي اخذها بتضطر ب 40 ليش اذا بنخليه بيطلع لنا بالربحات خليها تشتري فيها
لا ما اشتريت لسه. هون صندوق هاي. كيف هذا الصندوق بمصاري؟ كمان؟ هاي هو. قال له بس باب البوت. لا لا. أبسط عادي. أبسط عادي. سبين. هذا تحلف يا صبي بمية شيء. لا لا. أبسط عادي. إيش أفتح؟ لعبة إشتري بستار غير. بس هذا مش سبي أنت. عشان هو مش بلا مصاري بس انه سبين يعني لفه هاي ها سبين 700,000 عندي دبي دولار جنيه بس شو تطلع ما الحمد لله هاي ها هاي بستار حلو لفه الثانيه ب 1400 خلاص وصل انا لا بس نشوف البلوزه اذا بدك بلوزه منيحة منيحة بس احنا بدنا نفتح الصندوق اذا بتطلع لنا نطلع ايش ثاني هاي طلعت وانا طيب هلا واعي من هون احنا طلعنا هذا البستان نختاره نختاره خلاص هيك ماله الدنيا صيف والله كلام كثير صيف صرنا عايشين انت بقى مغير شعر على طول؟ لا عرفت لك العصية ما؟ خلي العصية الصبح حمص لعب الصبح حمص لعب لعب ست اصدقاء نفس العاب فاعطوك ايش تغير لي الصورة عندك الشخصية انا ما بدك تلعب الافاتار هاي فتحت عندك اطلب انه انت وين وصلت يعني مستويات وصلت ال صار دجاجة ماما دجاجة انا مين موصل انا قلت لي هاي عشان وين ايش هاي مكفلة لسه لما تعمل انجازات كلهم عليهم كفول حتى اللي جنبك عليها كفل انجازات تفتح معه لحد يفوز لعبة بيفتح اي واحد نعم لحد يفوز بيفتح اي واحد صاحب اللعبة عشان كل إيش صاحب اللعبة هذا بختار أي واحد يفتحها في لعبة أمو محمد جبت لعبة هيك خمسة حالهم بالأول حط عليها هذا بالطيارة وين حط عليها وين تسجل أنت تبغى تفتح الميكروفون ترد تسجل هاي تكبس عليه وين تكبس أكل هذا بالطيارة أصلاً كيف تكبس هون يلا احكي بالميكروفون هاي صار شوف هاكو عرب بالطيارة الناس يضرب فيك شو ضرب لي يا كلا عارف اتحرك اضربه بوكس يا سلام محمد حبيبي احنا بالطيارة كلهم اجانب عندك انت ما ننزل خليك توصل بالبقر بس يوسف عشان تنزل معاهم اعمل فلو والله اعمل فلو لهذا بابا فهمت كيف؟ خلهم كلهم خلص تعمل فلو لواحد هو بالباك يعني بالطيارة؟ انت بالطيارة باي باي بابا هيدو كيف نزلنا كلنا فريق واحد نعمة ما بعملش شو نعمة هو بيمشي نعمة نعمة بيسي بيبي بيبو عمو
ايش كل الاجزاء راحة؟ فيش الا جزء ايه؟ ياخو صح هاي فيش الا جزء ايه؟ هنا رمال انا انزلها لعبة انا ختمت الاجزاء من ذلك الثاني ختمت جزء من الجزء الثالث احكي معهم كلهم هون شمالي بيه وشو عربية؟ كلهم اجانب بدول ابيض هاي ايدي انا عارف دخل من 16 باي معي اه والله تعرف ليش بنت باي؟ بقول لك ما كنت مش معك هذه المرة اجا واحد سبقني وكتلت بنت بوكسات بلش قلت لك هذيك المرة صار فيا داخل احنا دخلنا زيك نزلنا فريق شايف روسيت؟ اه هسا ايش؟ دخلت على دار لانا وين واقف؟ بين اربعة اربعة واقفين بعطوا لبعض اسلحة بتكاسم هذا خذ هاي خذ هذا بتطلع فيهم مين هدول فكرتهم اصحابي هم بتطلع فيه بقولوا مين قتلوه؟ لا صفلنا ببعض كلياتنا هم مستغربين يعني هذا جاي اصحابي بعطيني اشارة ايوه هاي اشارة الجرين ما بعطيك الاشارة المفروض يمشي في العام في البناية وين هم؟ عرفوني انا فكرتهم ناس والله طلعوا جماجم هذول جماجم تعرف هذول جماجم في واحد كم واحد في خمسة وسبعين في 75 واحد بس لا في قاعد يبغوه اه في كل الجزيرة هي الجزيرة كبيرة صاحبك مات يا اخوي 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 صاحبك مات يا كلهم بكتب بعض اكو حدا بالطيارة الجزيرة شغالة يعني بالك انت دمك والله مش دمك هذا اللي واقف اربع مرة واحدة لا والله هيدي بغبنا ايه بايش بدلته انت عاد قنابل يا اخوي شايفها؟ ايش عاد قنابل؟ انا مشكلة صاحبك مات اوه علينا وينك انت؟ وين واحد صاحب لك قاعد بالقزمه عمو محمد ترى واحد بده عليه شو واحد قاعد بقدر بصاحبك يمه وينك؟ عمرك ما خلص كلنا ها آه فاصل نت عنده هاي فاصل نت؟ هاي شخص زي الدبوس هاي الدبوس يعني عنده نفسه؟ آه. وين دبوش؟ هذا انت شو اسمه؟ عارف وين هو؟ عارفين هذا ما له غير اه هي هو انا عارف العطيه ما يصحى يلا صمتوا قنبله من هون هلا ايش يا كبير؟ صمتوا قنبله بوجهك والله مختص النت الزوم 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 حياتك على الفاضي يا حمار الزوم ها؟ الزوم اللي جاي علينا ايش الزوم؟ لا ازرق هذا الزوم اسمه كم سيارة هي على الشمال لا مش سيارات هذا قص منظر منظر؟ اه سيارات منظر شكت الحمار دي الله ما تصاحبت خلص على الفاضي حياتك على الفاضي مش واقف منه الزوم مش ممتع عليه لا فيش كمان صار 52 اوف حشيت فيها بتاع كان صوتها كبير ما تقدرش تطلع منها سريعة يبقى حالك اه سريعة
فضيلة بس على طول عليك الزوم خشش فينا وبطوح انا كنت بس انا صرت هاي هاي قريب قريب لا خاف توصل الخاف لا ليش مساك ليش يعني شافك بس على الشيف طلبت من الشيف طب تنقص شوي شوي ها يصير احمر لازم اداوي حالي تصير سريع لازم اداوي حالي بعديها كل ما اركض اصب سيدي ينقص دم اكثر توقفش هاي؟ توقفش لما طلع على الخط الابيض بتوقف هي مش بتوقف استراحة بتوقف هي كربت توصل هي كربت خلص تعبي على الاخر لما تعبي ازرق على الاخر بتوقف صح؟ مسكر هاي لهم بتوقفني الخط الابيض هذا لازم انا اوصل اسكر قبل ما يخلص دم بس لازم احكي هاي ليش اوصل هناك احكي خلاص بعدين هاي وقفت هي مثل متى ايش في مشكلة سيارات ايش في مشكلة ان شاء الله فكر بطل انت رايح على الشارع يا زلمة روح واخد خط المستقيم امشي قبل هذا سموه خلاص من هالجهة هاي خلاص الوقت هاي خلاص الوقت تاعي ما عندي لك وقت الكارن شو بخلص كوني وانا بركض بس شفت يا الله مش قادر ليش علي هذا الحفير؟ ليش على النص هالكبسة؟ مش قادر تشبه طيب رايح بالورد ظلك ماشي مستقيم هيك؟ نعم بس عن الشيء ابو الجسر طلعت فيه وين ها؟ ظلك ماشي بعديها اصبر كل شيء يا زلمة عم بلفن اسرع هاي وصلت انت وصلت بداوي حالي بعدين في واحد قدامي يلا بفك علي زحمة زحمة شمال طب ارسخ لها هاي جنب اروح شمال يمين لا بطفش علي بالباب اهرب داوي حالي تمشي ليش بموت؟ لازم داوي حالي تنهي الخدعة محمد السلاح مش ماسك سلاح يعني وين رايح؟ عشان افركض اسرع وين رايح بالتخ بدك التخ بايدك ايدك مش سلاح ايوه هيك كيف ركضت كيف كان رأيك؟ على الببجي هاي يوقف مش عايش اسمها ببجي؟ ايه؟ صلوها احسن من ببجي اسمها ببجي؟ ببجي 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 عارف ليش بموتوش كلهم ورا هناك؟ لا يا اخي مش تبكين اللي ورا ورا مات صاحبي مات منها بس الى انت وبعد ايش سريعة ولا بطيئة؟ لا مش شغالات هذول هيك مش شغالة؟ مش شغالة طيب ليش عم محمد؟ كيف السيارة؟ في هناك شحن جزم طول الشحن يا زلمة ليه؟ في واحد كل مرة بيخبص لك طير يلا الشحن غير الكركبتين مش كده مش هكوين هذا بس مش هذول الشحن بعرف هذا بس هيك تمشي هون خلاص وصلت الدائرة
هذا كان وراي مفتاح وين صار بالموقع معي وين ما بعدون طلعت ماشي على الخط ولو كنت صاحبي معي احسن نكون مع بعض تصور بحيه اروح عنده بس صور بحيه صورني تركض شوي شوي صح بابا؟ بدك تجي تضحك بسرعة باللعبة وين تمشي؟ ما تستنى لها دقيقتين ثلاث اعطي مجال يعني للواحد لملم يلف الدور فهمتي؟ قاعد تمشي واحد ورا الثاني انا كنت لحد الان واحد في 18 واحد كاتين واحد على الاقل يعني نطلع الشبر الميكروفون احكي معه بتقدر تحكي معه طبعا ايش بتروح على هو هذا الصندوق لما بينزل بدخن عشان تعرف وين يا زلمه رحت عليه هذيك المره وشو اعمل فيه مش عارف شفتك هذا لف حواليه اكبس حواليه هو في شنطه بعطيك شنطه هون اكبس اف اكبس مش عارف في شنطه لازم اكبس على الشنطه بعطيك اشاره شنطه بيضاء اللي انت هذا تخصم من بعض لا العب واحد جاي نست عليها الدائرة تجي لك انا حكتوك تضرب بالضبط صوبين الباصين هذول صوبين صوبين في واحد رابع هذول كان لو هسه نطخ الرابع بموتوا هذول تروح على منطقة عليك يا فاسي تيجي عليك مرة واحدة يعني انا رايح
شوف هذا وينه. جيب لف اللفة يعني لف من ورا. مش يضرنا هذا. ايش هناك واحد؟ صاحبك 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 في واحد تالت واحد هو بطوح هو بطوح حرام عليهم. هلا وشو ال هلا ما قتلوها. شفت الشجرة؟ تخزكت الشجرة والشاشة كذا. الشاشة الشاشة اللي تخزكها. حبيبي جزوم خلاص يا 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 انا عارضه هي شفته هسه بتطلع عليه بسرعه بتطلع عليه شوف بده يطفي دواك دواك ولا لا ممكن اشرب جزوم انا عرضه فيش الزوم هو بقتلنا هسه ما صاحبي لا لا هو تصور كان شو اسمه خذ لك اشي الدواء خذ لحك روح روح ايوه قدامك قدامك خذ لك اشي الدواء ما بقدرش ما بقدرش ولا اشي تعمل تبي هيك صاحبه انا حكيت لك خذ روح خذ روح بموت متت خلص فيش ما خذتش الزوم ما بقدرش ما فيش الزوم وراي ودمي ناقص لازم اركض لك روح هناك شايف قبل ما تيجي يعني انا عارف انه بقى تعصيرك وين وين؟ على المنطقة هذي طيب طيب خلصت ولا تطلع من الدنيا؟ بكفي بطلع بكفي هذا لا طب خلينا نزيحه هيك نزيحه طفيه خلاص لا شوف الانجازات شوف الانجازات منيحة هذا وقفه خلاص شو هذا؟ بدي اعلمك كويس يا زلمه كبش كبشش ما عم تكبش شو هو هيك ليش هيك هاي الحشرات؟ كنت مش ماكي سجل؟ بعد سجل اه كبشت